السلام عليكم خاوتي، كما راكم تشوفوا جيت مبدل في الديسك بلاطو تاع هونداي اتوس. شوفوا الديسك فاش راهو تالف، لا قام لحقت حتى لي ريفيل لهنا وطيحاتو اون بار. جيت نحيلو في الديسك البلاطو، جبت لابواط كما راكم تشوفوا فيها، هاي لهنايا، هاي لابواط، هذه لابواط جبتها قيس واحد 20 سنتيمتر باش نقدر نخدم. لاحظت الماء لهنا يقطر، باش نشوف الماء بدا يسيل. شكيت بلي كاينه حاجه، مالا نحيت الفولون موتور درك نشوفو منين راهو يسيل. درك نحو غطاء تاع الرادياتور، شوفو كاش راهو يسيل. لازم علينا النحو هذا تاع اللي شد ال، شوفوا من راهو يسير. شوفوا خاوتي لي زانجينيور تاع هونداي، هذه محرك تاع اتوس، وين دايرين الباسي دو ديسابلاج، دايرينها بلاصه واعره. وكما حنايا ما نسوش نديروا سيل التبريد المليح، نديروا نكبوا الماء كي ترشى، لازم تنحي عليها لابواط وتنحي الفولوموتور باش تقدر تبدلها.